استاذ احمد من مصر معايا، اهلا بيك يا استاذ احمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. مريضه بتقول انا بتاجر بمرضي علشان اعرف اعيش، هو احنا وصلنا للمرحله دي في البلد يا استاذ احمد؟ والله استاذ احمد احنا وصلنا لاخطر من كده. قول لي وصلنا لايه؟ احكي لي. في ناس سمع الناس فعلا، في ناس كتير قوي تعبانه، في ناس مش لاقيه تاكل. المشكله في الفقر وفي الجهل. احنا بقينا في مجتمع فقير وجاهل، يعني لو فقير بس ومش جاهل ومتعلم كويس هنبني نفسنا. انا للاسف بقينا في مجتمع فقير وجاهل في نفس الوقت. تمام؟ وانا اسف ان انا بقول كده، يعني في ناس معاها شهادات فعلا شهادات عاليه بس مش قادره تساعد الشعب ده. مش قادره توقفه على رجليه. اللي معاه مش حاسس باللي ما معهوش. اللي معاه بيروح يصيف، بيروح بورتو، بيروح مش عارف مارينا، بيروح مش عارف المناطق الساعه، بيسافر بره. حتى التعبان بيروح يتعالج بره. انما الفقير، الفقير دي ربنا في البلد دي. الفقير لربنا. بشكرك يا احمد والله.